نادي بارد وجمعية عين مليلة عرفت حضورا جماهيريا قليلا كالعادة بملعب عمر حمادي، والمباراة في مرحلتها الأولى كانت في اتجاه واحد وسيطرة كلية من جانب فريق نادي بارد الذي كانت إلى جانبه الفعالية 100%. أول محاولة كان على إثرها الهدف الأول بعد مرور 10 دقائق بعد تسديدة من المتألق موالي. هدف أول في هذه المباراة يتحمل جزءا من مسؤوليته حارس جمعية عين مليلة. ثم لعبة جماعية من وسط الميدان دائما من جانب لاعبي نادي بارادو، تنتهي الكرة بهذه الطريقة عن طريق أرجم الذي استعاد هذه الكرة وهذه الثنائية مضيفا الهدف الثاني دائما لنادي بارادو، كان ذلك بعد مرور 22 دقيقة. الشوط الأول ينتهي لفائدة نادي بارادو بنتيجة هدفين دون مقابل. السيطرة والأفضلية تواصلتا في المرحلة الثانية من جانب الفريق المحلي، هذه المرة عن طريق يسري الذي أمضى الهدف الثالث بعد مرور 2 دقيقة من المرحلة الثانية. نفس اللاعب وبالضبط في 57 من المرحلة الثانية يتمكن من إضافة الهدف الرابع. نتيجة تؤكد قيمة فريق نادي بارادو في هذه المباراة في حين جمعية عين مليلة لم تكن في يومها، رغم ذلك تمكن الطيايبة من تسجيل الهدف الوحيد والشرفي كان ذلك بعد مرور 68 دقيقة. الهزيمة الرابعة لفريق جمعية عين مليلة ونادي بارادو يسجل الفوز الرابع.